يعني معقول هيك تقولوا عني؟ والله حرام عليكم، معقول تقولوا عني انا مطبل؟ شوفوا منظري بيوحي شي انه انا مطبل؟ في شي هيك في شكلي عم بيعطيكم انه انا مطبل؟ معقول هيك؟ بعدين كمان حرام عليكم يعني تقولوا عن Nvidia اي ام دي وتتنمروا عليهم انه هن الناس بحبوا الفلوس. Nvidia اي ام دي من افضل الشركات بالعالم، من افضل الشركات اللي بصنعوا كروت شاشه، كروت شاشه ما في مثلها عندهم. معقول هيك كل اليوتيوبرز عم بتكلم عنهم بطريقه سيئه يعني هلا لما انفيديا تنزل ال 3080 تي اي وال 3070 تي بمبلغ بسيط جدا زياده عن ال 3070 وال 3080 هذا مبلغ جدا ممتاز يعني اي واحد بده كرت شاشه بتمنى يشتري هيك كرت شاشه بيقدر يلاقيه على الاقل حاليا في السوق بدل ما كان ما بيقدر يلاقي كروت من قبل وبعدين ال اكس 6500 اكس تي موجود حاليا بالسوق بتقدر تشتريه حتى لو سعره غالي حتى لو انه ما بيشتغل على البي سي اي جن 3 غير على سرعات بطيئه جدا وحتى لو الرامات بس 4 جي بي وبطيئه جدا كمان 64 بت bandwidth معلش يا شباب معلش يعني اسمحوا لي هنن الجماعه بدهم مصلحتكم خلينا نحكي بيناتنا الجماعه بدهم مصلحتكم انت عم تدوروا على كروت شاشه هي كروت شاشه روح اشتروا روح ادفع 2000 دولار على ال 3080 ادفع 93 12000 درهم 3000 دولار شو يعني عادي انا انا حاليا معي فلوس كثير بدي اشتري كل هالكروت لو بدي بس انا ما بدي اشتري شو يعني وانا صراحة يعني بدي انبه اليوتيوبرز كثير على الكلام اللي عم بيحكوه حاليا عن فيديو AMD ام يعني لما تطلق 3070 تي اي و3080 تي اي وبعدها 3080 12 جي بي ويقولوا عنها انه هي عم تدور على فلوس ولانه هي مضيعة للوقت، ولانه هي عم تعمل جاز لايتنج للجيمرز ولانه عم تحاول تسرق فلوس الناس ما معقول هيك تقولوا عنهم هدول الشركات فعلا فعلا بدهم مصلحتكم اسمعوني انا انا صديقكم انا بفهم بهالاشياء هدول الناس ما بفهموا شي. هدول الناس ما بيعرفوا شيء بكروت الشاشه انت هلا اذا عم على كرت شاشه بدك تشتري كيف بدك تحصله اذا ما انفيديا وام دي عطتك واحد بفلوس تدفع كيف يعني بدك تشتري كرت شاشه فكر رح يجي الجني بنومك ويعطيك شويه كروت هيك بسنانك مثل توث فيري يعني ما معقول الناس يا جماعة مو معقول هيك خاصة يعني كرت مثل 3080 12 جي بي كل الناس تتمناه فيه 12 جيجا رام يا جماعة تخيل تلعب عليه 8 كي وتخيل مثلا انت عندك 2060 كمان صار 12 جي بي يعني بتقدر تلعب 8 كي كمان عليه وكمان سعر الكرت كتير رخيص يعني نزل بس ب 600 700 دولار ما في يعني شي تدفع عليه ما في ب... مبلغ بسيط جدا انا برايي انه انتم كلكم يعني بتقدروا تشتروا هذا الكارت كارت رخيص كثير وموجود بالسوق متوفر يا جماعه فالمغزى يعني من كل هذا الفيديو انه صراحة يا شباب انا برأيي لازم كل اليوتيوبرز هدول الموجودين الاجانب ان كانوا او العرب او الاسبان انه يعتزلوا عن اليوتيوب ويبطلوا يعملوا مراجعات صراحة لانه في الاخر النصيحة دائما انه بس اشتروا الكرت جست بايت عادي يعني هاي المراجعات كلها حكي فاضي بتقعد ل 25 دقيقة ولا 12 دقيقة تتكلم عن كرت وعن كم ار او بي فيه وعن كم دي جي بي وكم ميجا و وسيزا هيرتز وفيك كيكا كلهم هدول مالهم فايدة انت شو فا... انت اصلا بتعرف شو يعني ميجا ميجاهرتز ميجا هيرتز شو يعني ميجا هيرتز يعني هي بس الكرت هو لما يرقد برا بالشارع بيسوا سرعة تردده وبيطلع كم ميجا هيرتز هيك وفي الاخر ما بتعني شيء المهم اف بي اس كم فريم طالما اللعبة شغالة وفيها فريمات خلاص اللعبة شغالة يا اخوي ضروري يعني يجيب لك ابو 200 فريم ولا ابو 100 فريم ولا ابو 50 فريم ما في داعي لهالكلام كله حكي فاضي حكي فاضي اسمعوني انا انا بفهم بهالاشياء مو هنن فعلى العموم يا جماعة اشتروا هاي الكروت الكروت ممتاز جدا اداء ممتاز جدا في اي لعبة انت بدك تلعبها يعني حتى ال 30 50 يعتبر ممتاز جدا اشتريه حتى لو كان سعره 500 دولار ما في مشكله المهم انك انت تقدر حاليا تلعب العاب على كمبيوترك وانسى لي يعني موضوع الفريمات وهالاشياء وبس يعني ان شاء الله يكون عجبكم هالفيديو اعملوا لنا لايك اعملوا لنا اشتراك اعملوا لنا سبسكرايب الجرس وان شاء الله بفيديو جاي بنكون مطبلين احسن من هيك